قواتنا المسلحة يبسطون الأمن والاستقرار في مدينة القريتين شرق حمص بعد أن عاثت فيها العصابات الإرهابية تخريبا وتعثر على سيارات أغلبها تركية. تقع مدينة القريتين جنوبي شرق حمص وتبعد 70 كيلومترا عن حمص المدينة. لها موقع استراتيجي مميز من خلال توسطها للبادية السورية، وهي نقطة عبور للسلاح والمسلحين القادمين من تركيا والأردن وغوطة دمشق من خلال الطرق الترابية، بعد أن قام الجيش العربي السوري بقطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. إرهابيون من جبهة النصرة والقاعدة دخلوا إليها تاركين بصمات إجرامهم في كل مكان مروا إليه. كما نلاحظ أعزائي المشاهدين، هذا هو نفق ضخم قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بحفره ضمن أحد المنازل في قرية القريتين. هذا النفق يبدأ من غرفة النوم وينتهي ضمن الحقول أو ضمن الأراضي في الأحياء الأخرى. دخلوا منازل المواطنين، حفروا فيها أنفاقا ضخمة وحولوا منازل أخرى إلى مشافي مجهزة بتجهيزات طبية. وهنا أيضا مواد تموينية ومساعدات وصلت إليهم من دول أخرى، وأدوات إجرامهم من صواريخ وعبوات ناسفة ومتفجرات وجعب عسكرية وأجهزة تفجير عن بعد وجوازات سفر مزورة كانت هنا أيضا. استجابة لطلب الأهالي واستغاثة منهم، قامت وحداتنا المسلحة بتنفيذ مهمة نوعية وعملية نوعية في مدينة القريتين. وبعد اشتباكات عنيفة دامت مع المسلحين لأيام وأسابيع، تم إعادة الأمان إلى كافة أحيائها، وندعو جميع المواطنين إلى العودة إلى منازلهم. جايين على القريتين كان فيها مسلحين وهلا راجعين، الحمد لله الجيش رجع بخير وسلامه، والله يعطيكم الف عافيه، والله يحمي الجيش العربي السوري. هلا ولا يعني حسينا بالامان ولا احلى من هيك. هلا انت المطعم كم يوم صار لك مسكره؟ والله صرنا فتره. ليش؟ من هالعصابات ومن هالارهابيه وهالسوالف هي، ورجعنا الحمد لله. هلا صار استقرار من دخل الجيش وكلياته، والحمد لله فتحنا. والله هلا عاد الامن والامان للبلد بعد القضاء على المجموعات الارهابيه وعودة الأمن والأمان لمدينة القريتين. في أيام معدودة عملية عسكرية ناجحة قام بها الجيش العربي السوري وطهر من خلالها مدينة القريتين بريف حمص، وقتل عددا من الإرهابيين وصادر عددا من السيارات المتنوعة معظمها تحمل لوحات تركية. الجيش العربي السوري أعاد الأمن والأمان إلى القريتين بحمص بعد أن دخلتها العصابات الإرهابية المسلحة وعاثت فيها خرابا وفساد. من القريتين لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم.